السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بك أختي مرة أخرى في درس جديد من دروس تعليم تجربة تقول معمرين. إذا نزولا على طلب بزاف ديال البنات، غادي إن شاء الله ندير لكم يعني الخطوات باش كنستعملوا الخيط على باش كنطرزوا على جوج كنترزو على جوج خيوط في الإبرة. إذا أول حاجة كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم والدعم ديالكم ليا، كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنرحب بالمشتركين الجدد. يعني كنتمنى أن القناة ديالي تكون مستفيدة بالنسبة لكم. وبالنسبة للأخوات اللي كيقولوا لي بأنك كتنزلي دروس وما كتنزلي سرشامي، يعني خصكم تعرفوا بأنني حتى أنا راكينة في الدومين ديال الخياطة، يعني ما يمكنش نبقى نحط الخدمة أو شي رشمة كتمحني فيها وتخرجيها وتحطيها غير هكاك، ويعني حتى العمل ديالك ما كتكونش عنده قيمه. ماشي انه راه لا حتى واحد ما غادي يقطع لك رزقك ولا شي حاجه، انما كتبغي ديك الرشمه تكون حصريه عندك انت وديك الساعه تكون وحده. مادام انا وريتك يعني المعلومات الاساسيه، الرشمه تكون بصمه ديالك انت، يعني تكوني متميزه بها. اذا كنتمنى بان يعني هذه المعلومه بانني وصلتها لكم، وان شاء الله غادي يكونوا دروس اللي غادي ننزل فيها الرشمه وغادي ننزل فيه الطريقه ديال التطريز كما كتشوفوا في بعض الدروس اللي عندي في القناه. اذا اول حاجه غادي نبداوها بالنسبه لهذا الخيط ديال جوج خيوط. دابا انا هذه الماكينه هذه كنت خدمت فيها حتى ضروري يكونوا فيها مشاكل، كنت خدمت فيها بالطرز العادي يعني الخيط ديال الحرير. دابا هادي انا يلا ركبت ليها جوج خيوط، يعني تركبتها يكون عادي كما كنركبوا الخيط. ودائما هنا فين كنوصيكم الا غادي نخدموا بالصقلي على جوج، من هنايا نخويو فيه الزيت من هنا، وحتى هاد البلاكه هادي حتى هي نخويو فيها الزيت، غير هذا يكفي غير شويه باش يجيني الخيط يجيني رطب. وما غاديش نجرب دابا انا اي خدمه ديال جوج خيط، ما غاديش نجربها في البياسه يعني سير بلاص، غادي ندخل الخيط. وليباري هادو هما احسن ماركه ديال ليباري، نمره 1490 هما هادو، يعني ان حتى هاد المعلومات هادو هما تيكونوا اساسيين في التعليم. هادو هما الاساسيين. اما بالنسبه للرشمه او الطرزه هذا تيكون المجهود ديالك انت، يعني خصك انت اللي تديري فيه اللي تبدلي من المجهود. اذا هذا طريف ديال الثوب، هذا الثوب ديالك خيط، يعني هزيت كتقطر يعني ضروري غادي. دابا هاد الماكينه هادي خدمت فيها البارح بالخيط ديال الحرير عادي، غادي نزير المرمى، يعني حتى انكم غادي تشوفوا الطريقه باش غنركب المرمى، غادي نزير المرمى ديالي باش الضربه تجي نزيروهاش بزاف عاد باش ما تجرحش من الثوب، نزيروها نثبتوها هكا. الكريب هو اصلا يعني ما كيضيعش، هو بحال اللي كنقولوا كيشكر الخدمه، كيصبر صبار معنا في الخدمه، ماشي بحال الانواع ديال الثوب اللي خصك ترخفي اللي خصك ترخفي المرمى بزاف عاد تبدي فيها الخدمه، لان يعني كيتفزر كيكونوا فيها الضربات ديال المرمى. اذا بسم الله غادي نبدا. واش كيبان ولا لا؟ ننزل. إذن احنا غادي نبداو التجربه، نجربوا الماكينه ديالنا واش خدامه بجوج خيوط ولا لا. كنظن بان هي هذيك راه مزيانه معنا، تشوفوا هنايا الشورجي الشكل اللي تيكون فيها، يعني ما تيكونش غادي نعاود فيه الضربه الصغيره باش نبدا الخدمه ديالي في القفطان. هنا بانت ليا بانها راه نزير في لوطونسيون شويه، نزير غير شويه باش تجيني
بالخدمه ديالها. ماشي حتى اللي نشوف الضربه ديالها كي غادي تكون. يعني زدت ليها في الزير ديال حتى الابرة كنبدا انا تحركت شويه. كما تيبان ليا هانتوما كتشوفوا بان الخيط ديال السوجي مرخوف بزاف. اذا كتشوفوا هنا بان راه دخل فيه السوجي هنا في البلاصه هذا ديال الكانيت طبوطة كانيت، يعني هي اللي كدير لينا داك المشكل. يعني حتى هذا الدخل هذا كنخوي فيه الزيت انا شي شويه، ودائما فيه واحد طريف ديال الفيزدين غادي يبان لكم بان راه تمحك. درت فيه كدرت واحد الدرس وريت لكم كيفاش قطعنا هذا الفيزدين، هذا كنقطعوه بحال شي دائره. اذا كنظن بانه دابا راه غادي مزيان، حيت لي داك السورجي اللي كان وسع ليا هذا، وراه ماشي الماكينه راه بحال الطوموبيل. الا غتنوضي مع الصباح دير ليها امر شي، يعني ضروري تقلب ليها الزيت وتقلب ليها شحال من حاجه عاد تشد بها الطريق. بحال هكا الماكينه، واخا خدمتي بها مزيان مع خدمتي فيها الخدمه ديالك بحال دابا بالليل، ضروري ملي غادي تبداي تخدمي خدمه اخرى ضروري انك تقلبي تشوفيها. ما غاديش تبداي تخدمي ديريكت. بعض الاحيان كنخليو الماكينه مزيانه ما بها حتى حاجه، كنوضو مع الصباح كنلقاوها ما خدامش. كتبان لكم بان الضربه ديالها مزيانه، كتبان لكم بان الضربه ديالها مزيانه ماشي بحال هادي حرشه. يعني ها هي الضربه ديالها كتبان ليا انا مزيانه في الخدمه ديالها. ان شاء الله غادي نبداو البياسه ديالنا باش تشوفوا الخدمه كي غادي تكون في الاخير. اذا هنا ان شاء الله غادي نبداو الخدمه ديالنا اللي هي مجرد غير عروش. اذا غادي تشوفوا ان شاء الله اذا كملناها غادي ضروري اننا غادي نصورها لكم تشوفوها. اذا بقاو معنا باش تشوفوا الخدمه كيفاش غادي نخدموها.